هلا بدنا نرحب بالبطلة الليبنانية سارة ادريس. مساء الخير. هاي سارة، نظبط شوي المايك بس. سارة، انت بطلة اسيا 2019 بالتاي بوكسينج. مزبوط. كمان مشاركة مرتين بالاي سي اس. مزبوط. وربحانة بالمرتين على البطلة التركية. مزبوط. اي سنة؟ السنة الماضية. السنة الماضية. وخمس مرات بطلة لبنان، كم مرة بطلة العرب؟ مرتين بطلة العرب، وكمان بطلة الجمار. جواد ابو تهاب، بنرحب فيك اكيد على ال بي سي اي. لا تابع تعليقنا على الاي سي اس كومبات، لانه صرنا هلا بالمواي تاي. مواي تاي او تاي بوكسينج. هلا انتم كل شيء شفتوه قبل هو كي 1، كي 1 بيختلف كثير عن المواي تاي. المواي تاي الفرق فيه في كلينش، احتكاك، في كوع، هول ما حتلاقيهم بالكي 1. كوع خلفي اكيد. مزبوط. وبالمواي تاي كمان في ضربه، الضربه المحسوبه هي الضربه المؤثره، كل شيء غير مؤثر منه محسوب. من نادي بيست اوف ذا بيست، نادي عكار. عكار كمان. جواد حولي وعمر سراج. جواد حولي. جواد حولي ضد عمر سراج هلا. هيدي المواجهة. عمر سراج بطل من الشمال، طلع جديد، لاعب حلو وراكز. هلا حتلاقي ماتش جدا محمس.17 سنة بس عمر سراج. مزبوط. 65 كيلوغرام، 180 سنتيمتر، ريكورد تبعه 4 انتصارات خسارة واحدة. انتظار نشوف كمان يعني جواد حولي 15 سنة بس. مزبوط. وعنده ريكورد أعلى من عمر. 12-1. جواد لاعب قديم وطالع سفرات، ربحان برا ماتشات حلوة كتير. All the best ل two fighters اللبنانية. كمان رح نتابع 3 راوندز من 3 دقائق. مزبوط. سارة هون الشباب محنسين. لو كيك حلوة كثير هون. عمر سراج لابس الشورت الأبيض، جواد حولي الشورت الأسود. لا ليفل حلو كثير عم نشوفه مثل ما قلتي. مزبوط. يعني مزبوط. ناشئين ولكن مستوى عالي. صحيح. نرجع نذكر هيدي أول فايت بالتاي بوكسينج عم نتابعها اليوم، من بعد ما تابعنا 4 فايتس بالكي 1. كي 1 كيك بوكسينج، هلا للمواي تاي أو تاي بوكسينج اللي هي بنرجع بنقول الرياضة الشعبية الأولى بتايلاند. مزبوط. رحتي على تايلاند؟ لا ما بعد؟ بعد. كل شيء مسموح تقريبا هون عم تشوفوا. مزبوط، كل شيء مسموح لا يوقع اللاعب على الارض. هون بتتوقف اللاعب. يوقع برات الحلبة مش على الارض. فايت قوية كثير بين عمر سراج وجواد. عادة اللاعبين أول جولة بيكونوا عم يدسوا نبض بعض، بس هون البداية كانت مختلفة. شباب محمسين. لاحظوا يعني قد ما بده اللاعب بيستعمل ركبته. مزبوط. ما في وقفه ابدا بالركبه، في ضلع عم يستعمل ركبته لا يوقفهم الحكم، يعني لما تعيد ركبه فعاله.
باك قلب عم جرب عايدة عمر سراج. اليوم الجمهور العكاري كثير قوي. صحيح يا كان مفترض تصير كل هيدي الفايتس بعكار. عشان هيك اليوم اسمه عكار رويال باتل. انا صراحه مثل ما كنت عم بحكي مع جورج ساره تفاجات عن جد الحضور الجماهيري الكبير اللي ملى مدرجات قاعه كبير جميل. مزبوط لانه صراحه المستوى من ايفنت لايفنت عم بيعلى اكثر واللعيبه صارت متحمسه اكثر. معنا معنا بنات اليوم عم تلعب؟ لا لا ما في ما في. قد ايه على بالك تكوني هلا بال على الحلبه؟ حاليا كثير. نهاية أكيد الراوند 1 وهيدي سارة إدريس بطلة آسيا بال 2019 أكيد بالمواي تاي أو بالتاي بوكسينج وبطلة لبنان 5 مرات ومرتين بطلة العرب. هلا عادة الجولة الثانية يختلف اللعبة كثير لانه كل واحد بياخذ تعليمات من الكوتشي تبعيته حسب الجيم بلان كمان يعني شو محطوط في لاعب بيكون فوكس اكثر على الجوله الثانيه يعطي فيها بيكون عم بيريح باول جوله عم بيلعب ديفنس اكثر بفوت بالثانيه اوفنس. يلا عودة للراوند 2 من هالمواجهة القوية بالمواي تاي بين اللبنانيين عمر سراج وجواد حولي. أول راوند لمين بتشوف فيها أكثر سارة؟ بداية صاروخية كمان يعني لا عمر عمر سراج مندفع أكثر من جواد حاليا مع إنه الريكورد تبع جواد أعلى ممكن هلا تشوف فرق الخبرة بتلعب دور الجولة الثانية والجولة الثالثة في حدا والنفس لياقه اكيد اكيد بس يسم الله عليهم يعني اثنين صغار بالعمر لياقتهم عاليه عم نشوف الجمهور مقسوم بين عمر وبين اثنيناتهم من الشمال اثنيناتهم لبنانيين سقط على الارض هيدي بتعتبر بوينت مهمه بالمباراه بوينت لعمر طبعا محاولة عمر كمان مرة جديدة عمر مذكر بالشورت الأبيض وجواد بالشورت الأسود أو ستيك البلو الموجودة كمان والريد على الجوفز تبعهم مزبوط بلو عمر أو بلو جواد أوه حلو نحن بالنسبة للمواي تاي الالبو والنيز نقط مهمة بالمباراة أكثر من البوكس كف عليه هون جرح له طرف عينه بتصور اي ثينك بالباك البو لجواد جواد هون عم نشوفه بيتعالج أكيد جرح غميق ما بعرف إذا ما بيتوقف الفايت كل ما انه منه مأثر على نظره على نظره مأزية أكثر المواي تاي من الكي 1 كأنه أكيد
يعني فيها البوز وفيها احتكاك اكبر بكثير. يعني اي 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 البو بيصير ممكن ينفتح الوجه، بمجرد ينفتح الوجه الجمهور هذا بارت صغير من الجمهور، بس يعني اسم الله عليهم الشباب والصبايا معبيين الصاله، والحلو في حضور نسائي كبير اليوم عم يتابعوا الفايت. مظبوط. عوده للحماس. او كمان هون تدخل عنيف من عمر على جواد، افضليه لعمر صارت هون. عمر سراج صح مزبوط، اللي معه ريكورد 4-1 وقابل ريكورد مخيف لجواد، برجع بنقول 12-1 يعني رغم عمره 15 سنه بس. هلا هون بلش التعب يبين على اللاعبين، عطوا مجهود كثير كبير لهلا باول 2 راوندز. مظبوط، عم بيرتاحوا على بعض هون، هول كلهم بس ما بقى ما بيزيدوا ولا بيأثر نقاط بالاخير. يعني الحكم دغري ببعضهم عن بعض وبقول لهم فايت نهايه الراوند 2. حاليا جواد بده يعمل مجهود اكبر اذا حابب يربح المباراه. نرجع نشوف ابرز لقطات الجوله الثانيه. لاحظوا هون الكيك العاليه، هاي كيك من عمر اللي كان افضل منه لجواد. ساره مشاهدينا على ال بي سي اي، اكيد بدي اتشكركم. هلا بدنا ننتقل لنشرة اخبار الساعة 8 الى ربع، بس نقل المباشر مستمر على ال بي 2، متابعين معكم من قاعة كير شمير بمدينة كمال شمون الرياضية لنتابع وقائع الاي سي اس كومبات. بس اعملوا سويتش اذا حابين تضلكم معنا وتتابعوا الفايتس الحماسية اللي عم نعيشها من ال بي سي اي على ال بي 2. عودة اكيد البطلين عمر وجواد للراوند 3، وانطلعت رسميا مين راح يفوز بهالمواجهه الاولى عم تبعها اليوم بالتاي بوكسينج. هون ردة فعل من جواد اللي حاول يجمع شوية نقاط. صار واضح التعب على اللاعبين. شو سارة، مين راح يفوز برأيك؟ أنا حاليا بقول عمر سراج. عمر سراج في حال مظبوط، في حال جواد ما عمل نوك اوت احتمال كبير الجوله تروح لعمر، هيك عم بيحاول المستحيل هلا مظبوط جواد يحسم الجيم او الفايت بنوك اوت او بضربه قاضيه. هو هون مرتين صابوا على وجهه، ثلاثه واربعه عمر لجواد. عمر سراج اليوم اخوه هشام سراج كمان حيلعب بعد شوي مع بطل فلسطيني كمان بالمواي تاي. مزبوط، رح تضلك معنا كل الوقت. مزبوط، مواي تاي مواي تاي.
كمان هون غدروا فيها عمر. كمان محاولة جديدة أفضلية بتصور صارت واضحة لعمر على جواد. انتظار ردة فعل أخيرة بالثواني الأخيرة من هالمواجهة. عم بيحاول جواد آخر محاولاته بس الرد عم بيكون قاسي وحاضر دايما عمر. جواد عم يجرب يعمل باك قلبه او بركي في كثير عالم تنزل اخر ثانيه اخر ثانيتين الماتش. اذا باك قلبه اجت بمحلها اكيد نوك اوت. ونهايه الفايت على ما يبدو الامور رايحه باتجاه عمر سراج صاحب 17 سنة 180 سنتيمتر و 65 كيلوغرام ريكورد 4-1 مبدئيا حيرتفع لل 5-1 اليوم وقبل حتكون ثاني خسارة لجواد حولي وقبل 12 انتصار. هون كمان ابرز اللقطات اصرار كبير عند عمر بفوت بالكيك بكفي باللكمات ما بتفرق معه. لاحظوا هون كمان مرة جديدة كيك ولكم ولبيط ما بيوقف. هون الحكم أكيد كان عم بعدهم عن بعض والنتيجة النهائية رح نسمعها الرسمية. سارة عطت الأفضلية لعمر والحكام. The judges declare the winner by unanimous decision. عمر سراج بقرار فني من الحكام أكيد. مبروك لعمر سراج. هارتك لجواد. جواد عمره بنذكر بس 15 سنة.